مساء الخير، احنا في حلقه جديده من ترند. النهارده بقى يا محمد هنتكلم في ايه؟ لا خليني الاول ارحب بيكي قبل اي حاجه. بقى يعني انضمت لنا ملكه جمال مصر 2019 2020 2021 الحمد لله. تايتلز كتيره. يعني ايه حكايه ملكه الجمال دي؟ بس هي المسابقات دي بتتعمل كل سنه وهتتعمل قريب الشهر الجاي يوم 2 الكاستنج بتاعها. خلينا ناخد التفاصيل دي بعدين. لكن انت بقى قصه ملكه الجمال، يعني انا قدمت. انت ملكه جمال مصر ولا الصين؟ ده ليه كده؟ يعني في أيوة. الناس بيقولوا عليكي صيني. ايوه في ناس كتير بيقولوا كده وقالوا كده حتى في الاول، واول لما عملت اول انترفيوز بتاعي سالوني هو انت مصريه بجد؟ بس لا الموضوع تمام، يعني اكيد مالكيش قرايب في الصين. لا ليا قرايب في المجر، مامتي اجنبيه، مامتي مجريه، بس مش في الصين. يعني هي شكلها شويه صيني على بس لا مش صينيه. دخلت المسابقه في 2019، من زمان قوي كنت عايزه اخش المسابقه، كنت دايما بتفرج عليها من وانا صغيره، فمن زمان كنت عايزه اخشها، بس بسبب الريكويرمنتس بتاعتها ما كانش ينفع ان انا اخشها غير لما تم سن معين، لان أوكي. المسابقه ليها سن، يعني ما ينفعش تخشها لو انت اقل من 18 او اكتر من 28، فكنت لازم استنى. يعني كنت لازم استنى توصلي 28 بالظبط. لا 18. ومن ضمن الريكويرمنتس بتاعت المسابقه ان ما ينفعش حد يكون متجوز، ما ينفعش يكون حد يعني مش كل المطلقات دول حارمينهم. لا ما لهمش مسابقه اليوم. بقى مسابقه تانية بس مش اللي دكتور امال بتعملها. دي لا، دي مسابقه معموله بس للبنات اللي مش متجوزين، اللي مثلا لسه مخلصين تعليم، فبتديهم اصلا فرص كتيره جدا. كمان بتدي فرص، يعني المسابقه مش بتدي تايتل واحد بس، بتدي اكتر من 6-7 تايتلز للبنات، يعني مش واحده بس اللي بتكسب. طب يلا عرفينا على شروط المسابقه الجديده بقى اللي هي الشهر الجاي ده تقريبا. الشهر الجاي يوم 2 الكاستنج بتاعها. الشروط بتاعتها ان البنت زي ما بقول لكم ما ينفعش تكون معديه ل 28 سنه، لازم تكون متعلمه، لازم تكون فوق ال 160 سنتي. بالنسبه للوزن ما فيش وزن معين، بس تكون مناسبه لجسمها. من ضمن المواصفات برضو ان البنت لازم تكون زي ما بقول لك ادوكيتد كويسه، يعني لازم تكون عارفه عن المسابقه. ازاي يقدموا؟ يقدموا اونلاين، في ابلكيشن بيفتح كل سنه على الفيسبوك بيج وعلى الانستغرام، بيمنوا بس ابلكيشن وبعد كده بيترحلوا للمرحله اللي بعديها اللي هي الكاستنج اللي هي تكون يوم 2. طيب خلينا نشوف الشروط بتاعه المسابقه وازاي تعرفوا تقدموا من خلال اللي هو على الشاشه ظاهر، عشان لو حد عاوز يقدم يقدر يشوفه. يقدم في اي وقت لحد طب يوم 2. تنصحيهم بايه بقى؟ ان هم يقروا كويس قبل ما يجوا الكاستنج، يكونوا عارفين هم جايين يعملوا ايه، يكونوا عارفين هم مين، لان هم اكتر اسئله بيسالوها في الكاستنجز ان انت تتكلم عن نفسك، فانت لو ما عندكش حاجه تتكلمها وانت مش عارف نفسك هتقول ايه، فدي غلطه بنات كتير قوي بتقعد تغلطها، اللي هو لا انت لازم تكوني عارفه ولازم ما تكونيش خايفه تتكلمي. طيب خلينا كده عرفنا كل شروط المسابقه، واحنا جايبين لكم كمان ملكه جمال 2019 و18 و2021 وشكلها تكسب المسابقه الجايه. فواسطه مش هقدم بقى خلاص. دكتور امال حبيبتك يعني فواسطه، مفيش وسايط صح؟ لا مفيش، الدكتور دايما بتقول، يعني انا بقول للبنات اهو لو فاكرين فيها واسطه فمفيش. طيب تمام، قدموا بقى في مسابقه ملكه جمال مصر وان شاء الله ربنا يوفقكم وتبقوا كلكم ملكات جمال، لان انا حاسس ان مصر كل يعني المصريين كلهم عايزين يبقوا ملكات جمال. فتمام قدموا يا بنات ونشوفكم يوم 2 في الكاستنج. تمام نروح بقى للخبر الثاني النهارده، هو فرح محمد فراج وبسنت شوقي. فرح يعني الناس بقى قعدت تقول لك اصل محمد فراج عنده كام واصل بسنت عندها كام، وفراج بقى طبعا داخل راكب العجله او الدراجه. فرح كان حلو قوي بجد، عجبني قوي، ومشغل اغنيه عبد الحليم حافظ وشادية رومانتك خالص. والحمد لله ان فراج طلع بيعرف يسوق العجل، يعني ما وقعش ولا حاجه عشان تبقاش مشكله. فطبعا حضر كل فرح كل نجوم الفن في مصر، من شفنا كل حتة. شفنا كل النجوم تقريبا. ناس كمان فرحت كانوا لابسين نفس الفستان. لا ده لسه هنرجع لهم دول لسه. طيب وشفنا اجواء لطيفه في الفرح. الف مبروك يا محمد. وانا يعني ده تقريبا الفرح هو قدامنا. الصور فظيعه. حلو قوي الفستان، كان حلو قوي. انا الصراحه الفستان كان عاجبني قوي. بس انت جميله يعني. لا بس انت فظيعه. فقصه حب كللت بالنجاح، وعاده في مصر الحمد لله اللي بيحبوا ما بيتجوزوش، بس هم الحمد لله ربنا كرمهم، ربنا بقى يهدي سرهم زي ما بيقولوا يا رب، وان شاء الله يجيبوا صبيان وبنات ويعيشوا في تبات وتبات وكده. تبات ونبات. تبات ونبات. حضرتك ما اذا انت من المجر فمش هتفهمي الكلام ده. يعني تبات ونبات. تبات ونبات. فالف مبروك يا فراج، وان شاء الله نفرح بابنك قريب جدا. طيب روح لخبر تاني بقى ونشوف الشركه المتحده. الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر، بقالي اكتر من سنه قاعد بهاتي وبقول يا جماعه شغلوا اعضاء نقابه المهن
التمثيلية، هم اللي مناطين أو اللي المفروض يشتغلوا فن في مصر. أخيرا اشتغلت الحمد لله، دعاء يعني ربنا استجاب الدعاء بتاعك. ادعي لهم كمان دعوة يمكن ربنا يستجاب. الحمد لله الدكتور أشرف زكي وقع اتفاقية مع الشركة المتحدة ان خلاص مش هيشتغل، هيتم تفعيل قانون النقابة. 90% من الممثلين اللي موجودين في المسلسل او الفيلم لازم يكونوا اعضاء او معاهم تصريح من النقابة. يعني انت كده مش عارفة تمثلي، كده مش هينفع بقى، خلاص لازم تصريح. فالحمد لله اعتقد ده بشرة خير لكل الممثلين والفنانين المصريين، ان الموضوع كان بصراحة كان دمه تقيل جدا. كنا بنشوف ناس معديه من كده تمثل جاية تمثل رايحة تمثل، فالموضوع كان صعب جدا. فدلوقتي بهني او بقدر اقول لكل الممثلين المصريين مبروك تفعيل قانون النقابة. اعتقد ده حاجة مهمة جدا ليكوا، كلكم هتشتغلوا شكل جديد للشركة المتحدة، اعتقد هيكون مميز جدا، وان شاء الله اللي جاي هيكون احلى. انت رايك ايه في الموضوع ده؟ انا حاسه ان الموضوع كويس، اي حاسه ان الموضوع هيكون ليه نظام والشكل العام هيتغير فعلا، مش زي ما انت قلت، مش اللي رايح واللي جاي هيكون بيمثل، لكن الناس اللي فعلا تستاهل انها تتمثل هي تمثل. الحمد لله، الف مبروك لكل الممثلين المصريين. طيب هنروح بقى ل هنروح كمان لصوره هنا شيحه ولقاء الخميسي في فرح محمد فراج. هنرجع تاني لفرح محمد فراج، واضح ان هو مكمل معانا. الفستان اللي هما كانوا لابسينه زي بعض، لا هم اخوات، انا مش عارفه، بس هو الفستان الصراحه حلو عليهم هما الاثنين، وفكره هما لقوا بعض كده وتصوروا كانت فظيعه. احنا هنعمل مسابقه دلوقتي للناس، قول لنا اللقاء كان احلى على اللقاء ولا على هنا. مش عارفه اختار الصراحه، الفستان حلو قوي عليهم هما الاثنين. طب هما ليه لبسوا الفستان نفس الفستان؟ اكيد جت بالغلط، انا متاكده ان هما ما كانش قصدهم ان هما يلبسوا نفس الفستان يعني. لا ما اكيد هما مش ملبوسين، لا. يعني لبسوا هما الاثنين نفس الفستان يعني. ممكن بقى الستايلست ولا حاجه جت غلط من عندها. يعني انا مستني حد منهم يقول لنا هما لبسوا الفستان ليه زي بعض. طيب في كمان ترند جديد، لو كنت يعني لو كنت حاجه كنت هبقى ايه؟ في ترند طالع كده، ده ترند يعني جديد مثلا على الفيسبوك. هيفاء وهبه دي هيفاء وهبه قالت لو كنت عين مغمضه كنت هبقى برضو شايفه. والله حاجه هيفاء بجد. انت لو كنت مغمضه كنت بتبقي شايفه؟ كدابه والله، كدابه بتكذب يعني. ازاي هي حلو مغمضه؟ الترند الجديد ده. هي هيفاء واحد انا مش عارف، هي الصوره قدامكم ايه؟ قالت لك لو كنت مغمضه كنت بقى برضو ممكن شايفة. كان قصدها ان هي تشوف بالعين الثانيه يعني. ما اعرفش هي عامله كده، ما انا زي ما بقول لك هتكون شايفه بالعين الثانيه. لا هي بقى مش عارف، او هيفاء عندها قدرات طبعا غيرنا كلنا يعني. في بقى الاستاذ احمد امين، الاستاذ احمد امين بارك الله فيه، قالك لو كنت فلوس كنت هشتري دماغي. يا حبيبي انا بس عاوز اقول لك على حاجه، يعني هنخرج بقى من اطار الهزار. يعني انت كنت بتتكرم في المركز الكاثوليكي يوم الجمعه، والاعلاميين و يعني استاذ حسين فهمي وقف عمل انترفيو مع كل الناس، خالد الصاوي عمل كده، كل استاذ عمر خيرت. فانت بقى حضرتك وانت خارج بعد ما خدت الجايزه اللي يعني انت تاريخك الفني كله 4 سنين يعني، مش عاوزك الموضوع يوسع منك قوي، فانت عملت نفسك معاه تليفون ومش فاضي وخارج الاعلاميين بينادوا عليه. فطبعا هو خد بعضه وهو كان معاه تليفون. فانا عاوز اقول لك يعني لا، ما ينفعش، ما يصحش ان الاعلاميين ينادوه وانت بتتكرم وانت تقريبا ما بتظهرش كتير، او يعني برضه مش تاريخ يعني. استاذ حسين فهمي، استاذ عمر خيرت وقفوا عملوا انترفيو كلهم، الهام شاهين، حنان مطاوع، المكالمه كانت فظيعه. هو كنت بتكلم مين؟ كان بيتكلم مين؟ لا انا بجد مستغرب، هو ليه ما وقفش عمل لقاءات؟ يعني انت بتتكسف حضرتك تطلع التلفزيون؟ يعني انا بجد مستغرب جدا. لا يا صعب. هو بقى بيقول لو كنت فلوس كنت هشتري دماغك. حاول تشتري دماغك وابعد عن الاعلام، وحاول تركز مع الاعلاميين شويه عشان الموضوع مش هيبقى حلو. لو حطوك في دماغهم هيعملوا ايه؟ مش تبقى لطيفه، بلاش يعني، خلينا تمام. طيب هنروح لموضوع تاني. دكتور اشرف زكي بيحذر منتحلي الصفه النقابيه، ان هو يعني واضح ان النقابه اللي من دول هيبقى فيها شغل كبير قوي، في تغييرات كتير. لا في شغل، لان هم اي حد هينتحل صفه ممثل هيتقبض عليه ان شاء الله. اوكي، او هتكوني ممثله؟ لا 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 لا، ما تشرف. مش ممثله.